فاهمني يعني، لان انا برضو زي ما انا قلت لحضراتكم كده. طيب في موضوع اخر او في مشكلة اخرى تخص الملابس وتخص الشركة اللي تم التعاقد فيها مع التعاقد معاها على الملابس. طبعا التيشيرت اللي لابسه نادي الزمالك يعني في ناس كتيرة مش مبسوطة بيه، مش مستشيكاه، مش عاجبها. على فكرة قبل ما المجلس ده يرجع، قبل ما المجلس دوت يرجع، الدنيا مش لطيفة يعني. انما في الاول وفي الاخر في عقود، وفي عقود اتمنت وفي شروط جزائية. النهاردة بعض المصادر يعني طالع بيتكلم وبيقول كده، بيقول يعني مصدر في الشركة أكد أنهم لم يصلهم أي شيء رسمي من نادي الزمالك بخصوص فسخ التعاقد مع النادي. ده أكيد ما فيش أي حاجة رسمية جت تفيد بكده. وحسب علمنا نادي الزمالك وفق العقد سيكون ملزم بدفع مبلغ 30 مليون جنيه قيمة كل الملابس اللي تم تصنيعها حتى الآن. يعني الشركة عاملة ملابس للزمالك لغاية دلوقتي ب 30 مليون جنيه. تم تصنيع وتوريد 130 ألف قطعة للنادي في مختلف الألعاب، وهي ما تعتبر خسارة كبيرة للشركة حال فسخ التعاقد. ده مصدر موجود لشركة الايه الملابس. برضو نخلي بالنا ان موضوع الملابس وموضوع العقد دوت وموضوع الشركة دوت هيبقى حاضر وبقوة على ترابيزة اجتماعات المجلس الحالي. قبل ما اطلع بسويعات قليلة ساعة ساعتين يعني، كان في اجتماع ما بين كارتيرون وما بين السيد المستشار، عشان الاستاذ في حد هنا زعلان ان انا بقول كده فبضايقه اكتر، استاذ احمد مش عارف ايه ماشي تمام، مرتضى منصور رئيس النادي. فما بينه وما بين كاوتشو على حد علمي يعني ان القعده القعده ما بينهم النهارده هتبقى للتأكيد على ان مفيش مشاكل خالص ما بين مجلس الإدارة الحالي وكاتيون، ولن يتطرقوا عشان اضايقه شوية بس فالمهم يعني ولن يتطرقوا الى القضايا الخلافيه. هو اهم قضيه خلافيه حاليا موجوده ما بين كارتيرون وما بين محمد انور. محمد انور دلوقتي مستشار. وهقولها تاني، مستشار مرتضى منصور. خلاص ماشي، عشان خاطرك. وانا ما كنتش اقولها والله، بس عشان خاطرك، طالما انت يعني زعلان ومتضايق فتعالى بقى جنبي هنا شويه، تعالى جنبي والله انا بفرح، تعالى جنبي انا جاي افرحك. وانا بطلع ليه دلوقتي؟ ده انا جاي من سفر وتعبان ومش شايف وقاعد في اوتيل يعني ما يعلم بيه الا ربنا، علشان عندي ارتباط في محافظه من محافظات يعني انا جاي لك يعني. لا طلع ليه؟ عشان افرحك. تعالى جنبي هنا حبيبي، تعالى تعال يلا. زعلان قوي عشان قلت يا جدعان ما احنا بنحترم الناس يعني، ما خلاص ما احنا قلنا ما فيش مشاكل او المشاكل خلاص اتفضت يعني، فخلاص يعني السيد المصري يحترم يعني، زي ما بقول لحضرتك كده تحترم. ايه المشكله؟ بقول في ناس بتبقى عايزه الدنيا ولعه على طول، بيبقوا فرحانين في الخراب المستعجل. ماشي ماشي، تعالى تعالى محمد انور جنبينا، تعالى جنب حبيبك. ماشي، الموضوع مش هيصطاد، مفيش تصادم يعني، هما الاتنين
مش مفيش تصادم. عماد حسان بيقول لي هي المخالفات خلصت، اسأل النيابة. ده سؤال للنيابة مش لينا. حضرتك ده سؤال للنيابة لأن هي اللي بتحقق. ده سؤال أنت تسأله النيابة. تسأله للكسب غير مشروع، المخالفات خلصت ولا ما خلصتش؟ ما تسألهولناش إحنا. عماد حسان ما ينفعش. ما ينفعش، يعني ينفع مثلا وأنا داخل بيتي أسأل البواب إحنا طابخين إيه النهارده؟ ما ينفعش. أنا داخل بيتي أسأل مراتي إن إحنا طابخين إيه النهارده؟ مش كده برضه عماد؟ إنما أنا داخل البيت عايز أسأل البواب يبقى أقول له العربية بتاعتي عملتها ولا ما عملتهاش مثلا، أو الأسانسير اتصلح ولا ما اتصلحش، صح كده ولا أنا غلطان؟ فالسؤال يوجه للمعني بالموضوع، المعني بالموضوع. احنا كنا بنقول ايه؟ عزة مهران بتقول لي انا نفسي تحط ايدك في ايدين المستشارين، انت احسن من فاروق جعفر وحسين السيد. الله يكرمك والله يا استاذة عزة، الله يكرمك ويكرم اصلك، ده بس من ذوقك، بس عشان حضرتك انسانة جميلة فشايفة الناس كلها جميلة زي حضرتك يعني. فانا متوقع ان مش هيبقى فيه صدام يعني. طبعا كان في النهارده اجتماع مع السوشيال ميديا الزملكاوي مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عشان محمد انور يبقى مبسوط ويضحك. ف يعني تقريبا يعني كل التصريحات او يعني 99.9% من التصريحات اللي اتقالت امبارح قالها برضو النهارده في المؤتمر الصحفي او التجمع مع السوشيال ميديا الزملكاوي. وضع طبيعي يعني، وضع طبيعي يا فمش هينفع بقى انت تقعد تكرر يعني نفس الكلام، وبرضو نفس الكلام على فاروق جعفر، ونفس الكلام على العضويات، ونفس الكلام على يعني هي التصريحات اللي اتقالت امبارح، وهي معظم التصريحات على فكره بالمناسبه برضو اللي اتقالت معايا في المكالمه الهاتفيه الشهيره جدا اللي قضت على كل يعني كل حاجه كانت موجوده. مستر موسيماني بيقرر ان هو هيلغي معسكر الامارات خلاص، او الاهلي عايز يلغي معسكر الامارات خلاص علشان الفرق اللي هيلعبها الاهلي مش على المستوى يعني مش على المستوى، هما طبعا فرق كبيره، انما هو من وجهه نظر موسيماني الليفل ده مش هو اللي هيلعبه في كاس عالم، هو عاوز نفس الليفل بتاع كاس عالم، هو ده ليفل عربي يلعبه في بطوله عربيه وعربي اسيوي، انما هو عاوز الليفل بتاع كاس عالم، عاوز يلعب حاجه زي مونتير المكسيكي، عاوز يلعب حاجه زي بالميراس. بس هتجيبهم منين؟ صعبه دلوقتي لان الفرق ديت انتقالاتها بتبقى غالية وماتشاتها بتبقى غالية، والارتباطات بتاعتها لازم بتنسق قبليها بفترة طويلة وطويلة جدا جدا جدا. يعني هو اليوم النهاردة إلى حد كبير جدا هادي قوي، معظم الأحداث اللي فيه معادة، فيعني مش عاوز أدوش حضراتكم وأربطكم جنبي، واللي معاه باقة بقى ولا اللي معاه بتاع ده راوتر بالجيجات ديت بتخلص بتشفط هوا هوا، الواحد بيشحن مرتين وثلاثة في الشهر. فديت معظم الأخبار اللي كانت موجودة النهاردة. محمد أنور بيقول لي قبل ما تقفل واحدة سيادة المستشار والنبي حبيب قلبي، طب ماشي يا سيادة المستشار يا محمد بيه أنور. هشوفك كل يوم، تيجي لي كل يوم، ماشي؟ يلا تصبحوا على خير، سلام الله عليكم ورحمة الله.